يأبى الوقت أن يقف، فطفل اليوم سيصبح رجلاً بالغاً في الغد. يبدأ جسم الإنسان بخلية وحيدة في مرحلة الإخصاب، ليصبح فرداً يمتلك جسمه تريليونات الخلايا المنظمة ضمن صف معقد من البنى عالية التخصص، إذ تبدأ هذه الأنسجة والأعضاء عملها من اللحظة الأولى بعد الولادة. وما بين الإخصاب والولادة، كيف يحصل الجنين على غذائه وهو في بطن أمه؟ ومن المسؤول عن استمرار وظائفه الحيوية؟ إنها المشيمة التي تتشكل في نهاية المرحلة الأولى من الحمل، والتي تعد عضواً معقداً يسمح بحدوث تبادل ما بين دم الأم ودم الجنين، حيث تكون هذه المبادلات وفق مبدأ الانتشار البسيط والنقل الفعال لكل من المواد المغذية، فتعمل كجهاز هضم وكجهاز إطراح، يخلص الجنين من الفضلات، وتعمل أيضاً بدور مماثل لجهاز التنفس، فتنقل الغازات وتزود الجنين بغاز الأكسجين، وتخلصه من غاز ثنائي أكسيد الكربون، كما تلعب دوراً مناعياً وذلك من خلال تزويد الجنين بالأضداد عن طريق الزغابات المشيمية. يذكر بأن الهيموغلوبين الخاص بالجنين ذو انجذاب أكبر للأكسجين من هيموغلوبين الأم، مما يمكنه من نزع الأكسجين من هيموغلوبين الأم، ولا يتم الاختلاط بين دم الأم ودم الجنين لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلها عن بعضها. يبتعد الجنين عن المشيمة ليبقى متصلاً بها عبر الحبل السري، لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلها عن بعضها. يبتعد الجنين عن المشيمة ليبقى متصلاً بها عبر الحبل السري، حيث يتدفق الدم من الجنين إلى المشيمة عبر شفع من الشرايين، ويعود عبر وريد وحيد. تستمر الزغابات المشيمية بالنمو والتفرع والاستطالة، مما يخلق شبكة ضمن بطانة الرحم لتستمر بذلك المشيمة بالاستطالة والنمو. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب المشيمة دور غدة صماء من خلال إنتاج هرمونات الإستروجينات والبروجسترونات منذ نهاية الشهر الثالث من الحمل، بالإضافة إلى هرمون الHCG وهرمون الريلاكسين. يعمل البروجستيرون منذ نهاية الشهر الثالث من الحمل، أما هرمون الHCG الهرمون البشري المشيمائي المنبه للغدة التناسلية الذي يظهر في مجرى دم الأم الحامل خلال الإنغراس، فتنتجه خلايا الأروم المغذية الخلوية، ثم تنتجه المشيماء بعد ذلك. يعمل بعمل مشابه لهرمون الإلآش، إذ يحافظ على الجسم الأصفر ويدعم إفرازه لهرموني البروجستيرون والإستراديول. فإذا توقف إنتاج هرمون الHCG الهرمون المشيمائي البشري المنبه للغدة التناسلية في الأسبوع الثامن، يضمر الجسم الأصفر ويتوقف إفراز الهرمونات الجنسية، مما يسبب الإجهاض. ويعد وجود الHCG الهرمون المشيمائي البشري المنبه للغدة التناسلية في الدم والبول إشارة واضحة على حدوث الحمل، كما تشير اختبارات الحمل المنزلية، ويستمر حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل، ليبدأ بعد ذلك تركيزه بالتراجع بسبب تشكل المشيمة التي تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية. وأيضاً هرمون الريلاكسين البيبتيدي الذي تفرزه المشيمة والجسم الأصفر، الذي يزيد من مرونة الارتفاق العاني، مما يسمح بتمدد الحوض وتوسع عنق الرحم في أثناء الولادة. لتنتهي المرحلة الأولى بتشكل معظم الأعضاء الأساسية للجنين بتمييز جنس الجنين، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية، وهي نمو الجنين، لتصبح المهام الملقاة على عاتق الأم أكبر بسبب نمو الجنين بسرعة، وتشعر الأم بحركة جنينها في الشهر الرابع بسبب تشكل الجهاز العصبي، وفي نهاية الشهر السادس يمكن أن يولد الطفل ويمتلك فرصة كبيرة في البقاء.
وفي المرحلة الثالثة تصبح غالبية الأجهزة جاهزة لأداء وظائفها، فيزداد وزن الجنين وطوله، إذ يبلغ وزنه من 3 إلى 4 كيلوغرامات وسطياً، وطوله 50 سنتيمتراً تقريباً. في نهاية الشهر التاسع في أثناء المرحلتين الثانية والثالثة تساهم أجهزة الأعضاء الأم في دعم الجنين المتنامي، إذ تحدث تغيرات في وظائف أجهزة الأم كزيادة معدل التنفس والسعة الحياتية للرئتين لمواجهة متطلبات الجنين التنفسية التي تزداد بنموه وزيادة حجمه، وأيضاً بزيادة حجم دم الأم نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة، ولأن الجنين ينقص ضغط الأكسجين ويزيد ضغط ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما يحفز إنتاج هرمون الإريثروبوتين من الكلية، فيزداد حجم الدم لدى الأم في الأسبوع 20 من الحمل ليصل إلى نحو 6 لترات ونصف اللتر، ويزداد أيضاً معدل الرشح الكبابي في الكلية بنسبة 50%، لذلك تحتاج النساء الحوامل إلى التبول بشكل مستمر. يزداد أيضاً حجم الغدد الثدية وتبدأ بنشاط إفرازي، وتزداد متطلبات الأم الحامل من المواد المغذية لتلبية حاجات الجنين، وتتوج فترة الأشهر 9 من الحمل بحدوث المخاض لينطلق الجنين بعدها إلى الحياة، وتبدأ معه أول صرخة لتكون إشارة لبدء حياة جديدة.